مرحبا بكم الأنسة الكل، نحكي على النادي الأفريقي استعيد خدمات الشماخي والوسلتي. منح الإطار الفني للنادي الأفريقي اللاعبين الذين خاضوا ديربي العاصمة من الجار للترجي التونسي فرصة لالتقاط الأنفاس، حيث خضعوا صباح اليوم يعني حصة واحدة من جولة الضمم مقابل عدم التدرب مع المجموعة الثانية. من جهة أخرى عرفت تدريبات الكلوب يوم الخميس الفارط عودة المهاجم سينا الشماخي الذي باشر التحضيرات استعدادا للموسم الجديد بعد أن جدد عقده مع الفريق لمدة 3 سنوات في الأيام الماضية. ولن يكون الشماخي مؤهلا لخوض الجولات المتبقية من نهاية الموسم الحالي، ذلك أن توقيع العقد الجديد تم خارج الأجال تم ضبطها الجامعة التونسية لكرة القدم، وبالتالي فإن ظهوره سيكون مع بداية الموسم المقبل كما قلنا في الأخبار بتاعنا. من جهة أخرى عرفت الحصة التدريبية الصباحية التحاق عبد القادر الوسلاتي الذي كان يواجه بعض المشاكل الخاصة مما جعله يعود إلى فرنسا لتسويتها قبل استئناف التمارين مع المجموعة.